رئيس عربي آخر خلف القضبان، فهل من مزيد؟ ما الذي أشره المواطنون من مثالب على ضيوفنا؟ مريم الرئيس، أحمد المساري، جعفر الموسوي، أحمد الشياع البراك. ثلاثة أسئلة إجبارية في فقرة البرنامج الثابتة يجيب عليها ضيوفنا بعد تخويلهم كافة السلطات. من هو هذا السياسي ولماذا تتهمه كتلته بالتجسس؟ وأخيرا، من هو هذا الفنان وما هي القضية التي تربطه بأحد ضيوفنا؟ خليها بالجواز انا تصير احلى. اكيد. لا تقول له ما هو يقصر. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى بعد منتصف الليل. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، صيام مقبول. ودعوني ارحب اولا بضيوفي في هذه الحلقه، السيد جعفر الموسوي. اهلا وسهلا بك. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، والعراق جميعا بخير. صيام مقبول ان شاء الله. الله يتقبل منا. شلون كان يومك؟ شلون صيامك؟ الحمد لله. ماشي قاضيها، احنا مو اسبوع على اساس يعني معطلين. أي. لا، هاي اليومين الاولى من عطلتنا انا قضيتها في لجنه النزاهه في مجلس النواب، والحمد لله خلصنا بعض الاعمال اللي يعني موكلة لنا في لجنة النزاهة. زين، يعني مجلس النواب بيه تبريد يعني زين، يعني الكهرباء ما تنقطع باعتبار خط طوارئ يعني. لا مو دائما. وحقيقة اليوم رحنا في غرفة من غرف كتلة الأحرار، كملنا بعض التحقيقات الخاصة بينا. واللي إجا مفتش عام. طيب. أمانة بغداد كنا معه وكنا معه. طيب. نعم. دكتور أحمد المساري، أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك. رمضان كريم عليك، صيام مقبول إن شاء الله. شلون كان يومك اليوم؟ شلون صيامك؟ كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، تقبل الله طاعاتكم. الحمد لله رمضان هذا العام جيد جدا. اليوم قضينا هو اليوم الثاني من رمضان، تحملنا كان ممتاز. طبيعي قضيناه في البرلمان، كنا نقضي بعض أعمال الكتلة داخل البرلمان. نحن الآن مجازون من الجلسات. جلسات. نعم مجازون، ولكننا كنا في الكتلة نقضي بعض أعمال الكتلة داخل البرلمان. بالتوفيق إن شاء الله. مريم الرئيس، أهلا وسهلا بك، رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، والضيوف الكرام بألف خير، والشعب العراقي بألف ألف خير إن شاء الله. هم مسألك على الصيام، أنت زين قاعد بالمنطقة الخضراء وكهرباء متوفرة. وإذا بالمنطقة الخضراء أو لا، أيضا عندي عمل يكون أحيانا خارج المنطقة الخضراء، بس اليوم أنا موجودة داخل المنطقة. لا، باعتبار أنه المنطقة الخضراء يعني يقال أنه الكهرباء تنقطع. أنت يعني شو تقول؟ أنت موجود في المنطقة الخضراء. السيدة حمد الشياع البراك، أهلا وسهلا بك. كل عام وأنت بخير، رمضان كريم وصيام مقبول. كل عام وأنت بخير، وإن شاء الله رمضان كريم على كل العراقيين وعلى كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وإن شاء الله تكسبون الأجر والثواب أكثر، لأن الحرارة فوق الخمسين يعني راح تكون بهذا الشهر. يمكن يمك هم فوق الخمسين، الوحيد يمكن أستثنيك من باعتبارك يعني من المنطقة الحمراء. من المنطقة الحمراء. المنطقة الحمراء. ومشتاق. طيب مشاهدينا الكرام، خلنا نروح للخبر الأول.
رئيس عربي آخر خلف القضبان، فهل من مزيد؟ سيد جعفر الموسوي، شلون شفت جلسة محاكمة الرئيس مبارك اليوم؟ والله الحقيقة أنا تابعت الجلسة وأعتقد بأنه عادة مثل هكذا جلسات في البداية تكون تشوبها بعض الأمور اللي نأشر عليها كملاحظات، وأعتقد بأنه في جلسات الأخرى إن شاء الله أعتقد بأنه تستدرك المحكمة، خصوصا فيما يتعلق بالدفاع عن المتهمين. لم تكن هناك طلبات موحدة، لم يكن هناك رئيسا لهم ليطرح يعني الطلبات الموحدة ويأخذها من قبل فريق الدفاع، وهذا ما فعلناه نحن في محاكمتنا. يعني يجوز نسمع منك تفاصيل أخرى، لكن أكاد أجزم بأنك وعدد قليل آخر من القضاة قد تابعوا هذا هاي الجلسة الأولى لمحاكمة مبارك باهتمام يختلف عن البقية، تتفقون وياي لو لا؟ دكتور أحمد تتفق الموضوع، شنو الأسباب برأيك؟ يعني أعتقد لأنه السيد مهنته هو قاضي، هذا الأمر يمكن هو يهتم به أكثر من البقية باعتبار من اختصاص وظيفته الأصلية في القضاء، فيكون اهتمامه أكثر. الكل منا ينظر إلى الموضوع نظرة سياسية اعتبارنا، ولكن هو ينظر إلى الموضوع باعتباره قاضي ويصف تفاصيل المحكمة وتداخلات المحكمة من باب القضاء. يعني إذا حكينا على القضاء فهم يعني ما أصرهم كل القضاة تابعوا بنفس الاهتمام اللي تابع فيه السيد جعفر الموسى، وخلنا نشوف الجانب الأيسر شو يقول. متروك الخيار لأي واحد يعني. طبعا أي أحد ممكن يتابع الجلسة اليوم لابد أنه بالذات أتكلم بالنسبة إلى العراقيين وحتى غير العراقيين، ولكن العراقيين لهم خصوصية بأنه كانت هناك محاكمة للنظام السابق في محكمة سيد جعفر إلى خصوصية أكثر من كل العراقيين بالتأكيد، أنه كان مدعاني أنا من القاهرة قالوا ذكرناك اليوم بهذه المحاكمة، قلت لهم إحنا مستعدين يعني إذا أنا أجي دور الشعب المصري أيضا ممكن. إحنا ما ناسيك وذكرناك اليوم. لا بالعكس، لا بالمناسبة بالمصادفة صار حضورك اليوم مع هذا من حسن حظي سيد أحمد الشيعي البراك. يعني ما الذي يعني يميز يعني القاضي العراقي طبعا باعتبارك محامي الذي شارك في المحاكمات التي جرت من مسؤولي النظام السابق عن بقية القضاة الآخرين في نظرتهم للمحكمة؟ لا يعني هو بدءا أنا لست فقط محامي بالمناسبة، يعني صدام عندما ألقي القبض عليه في 13/12/2003 كنا احنا مفتتحين المحكمة قبل يومين، افتتحنا المحكمة الجنائية العليا. كنت عضو في مجلس الحكومة؟ نعم، وأتشرف أني كنت عضوا في اللجنة القانونية التي كتبت قانون المحكمة الجنائية العليا بالاشتراك مع سلطة الائتلاف. المحكمة لها مثل ما معروف لها أبعاد سياسية، لها أبعاد قانونية، مع جل احترام وتقدير للسيد جعفر الموسوي يعني ليس فقط القضاة من هم مهتمون بهذا الأمر فقط، الأمر ببعد سياسي. الشعب العراقي أعتقد بالمجمل حس أنه أكو دعم لقضيته، لقضية اللي اتهم بها وأكيلت إلى مختلف أنواع التهم بأنه حاكم رئيس وكذا. يعني احنا اقدر اعتبر العراقيين هم اللي كسروا هذا الحاجز. ما اريد اقول ان شاء الله يصير محاكمات بالمستقبل، اريد التداول السلمي يصير للسلطه، لكن على العموم يمكن الشعب المصري هسه على الاقل هو حس بالشيء اللي حسينا به قبل عده سنوات. طيب سيد جعفر، شلون اختلفت المحكمه اليوم؟ يعني طبعا مع اختلاف النظام القضائي المصري عن العراقي، لكن كاداء للقضاة، يعني أنا أذكر لك تصريح تقول أني كنت مرعوب من صدام وظليت أتدرب 30 يوم حتى أقابله. هذا صحيح. أي هذا صحيح. أنا لم تصور القاضي العراقي المصري أيضا كان مرعوب وكان يدرب نفسه؟ لا لا، أنا مو مرعوب، وإنما حتى نكون دقيقين بالعبارات لم يكن في بالي بأنه سوف أمثل الادعاء العام. أنا كنت رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، بمعنى مو من واجباتي أنزل مدعي عام
وأدخل في المحاكمة. أنا مجرد رئيس الادعاء، وزع المدعين العامين على القضايا، وبعد ذلك عندما يصدر القرار الحكم من قبل المحكمة يأتي لنا كرئاسة ادعاء عام ونبدي رأينا القانوني فيما يتعلق بالحكم. لكن عندما وجدنا بأنه هناك ضرورة، وهذه حالة خاصة يعني يطيل شرحها، هناك ضرورة بأنه أتخلى عن منصب رئاسة الادعاء العام وأنزل وأعطي كافة صلاحياتي لنائب الرئيس، وأنزل مدعيا عاما بعد أن يكلفني نائب الرئيس لضرورات ويطيل شرحها. شلون اختلف لكن الأداء القرار اليوم؟ اليوم أنت من شفت الجلسة، نعم، شلون اختلف؟ أكيد يختلف. أولا حسني مبارك يختلف عن صدام بكثير من الأمور، هذه وحدة. لاحظ يعني أنا اليوم عجبني، رغم أنه هو متهم، ابن حسني مبارك عندما يوجه له رئيس المحكمة الاتهام ويجاوب يقول له نعم يا فندم، يعني بمعنى هناك حقيقة. هذه ذكرتني بتفاصيل كثيرة في داخل المحكمة عانينا منها من قبل ردود المتهمين والمحكومين في محاكمتنا. يعني ابن رئيس الجمهورية السابق يجاوب المحكمة نعم يا فندم، أعتقد بأنه اختلاف كثير وواسع ما بين المتهمين الموجودين في قفص الاتهام الآن في محاكمة مصر عن المتهمين. يعني يمكن الأجواء السياسية أيضا، يمكن الأجواء السياسية تختلف. يعني دكتور أحمد، شو تقييمك للأجواء السياسية محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومحاكمة الرئيس المصري المخلوع؟ نعم، أنا أنظر للموضوع من زاوية أخرى. الوضع يختلف. محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت في أجواء تختلف عن محاكمة الرئيس المصري اليوم. الرئيس العراقي أسقط عن طريق عملية احتلال خارجي للبلد، والأمريكان هم من قاموا بهذه العملية وسلموه إلى القضاء العراقي لكي يحاكمه. أما بالنسبة لعملية التغيير التي حصلت في مصر فهي عملية تغيير شعبية قام بها الشعب المصري. أنا أنظر لهذا الموضوع أنه هذه تجربة جديدة في العالم العربي، أن تبدأ الشعوب بمحاكمة حكامها أو بمقاضاة حكامها على كل ما فعلوه في فترات ظلمهم وحكمهم. حتى بالنسبة تتوقع هناك المزيد، يعني في ظل وجود ربيع ثورات تعيش المنطقة؟ نعم، أعتقد سيكون هنالك المزيد، وخاصة أن المنطقة العربية الآن تتحرك بأمواج متلاطمة في من هذا الموضوع. أنا أعتقد أن هنالك دول عربية أخرى تتجه بنفس الاتجاه لتكون هنالك محاكمات من قبل الشعب لحكامها على كل ما فعلوه هؤلاء الحكام من ظلم تجاه شعوبهم. أنا أعتقد هذه تجربة جيدة وممتازة للشعوب العربية لكي ينتقل الشعب العربي انتقالة جديدة نحو نظام الشعب يحكم نفسه والشعب قادر على أن يقيم التغيير الذي يريده. نعم، بس بنفس الوقت احنا إذا اعتبرنا بأن التجربة اللي حصلت اليوم كمحاكمة بأنه هي البداية لإعطاء صورة للمجتمع العربي، احنا غضبا حيكون للمجتمع العراقي أيضا وما حصلت من محاكمة بغض النظر عن الأطراف التي كانت معترضة. احنا الغضن في أنه التجربة اللي حصلت بالعراق هي اللي دعت بشكل كبير ليس فقط للثورات اللي موجودة في مصر بل حتى في أول الثورات اللي حصلت في تونس وغيرها. نعم، مع كل السلبيات اللي حصلت بالتجربة العراقية اللي اعتبرناها تغيير سياسي وحتى بعد الانتخابات، لكن هناك أمور حصلت، هناك انتخابات دورية، هناك جدولة لوجود القوات المحتلة، هذه كلها جعلت من المحاكمة ممكن كل القنوات الفضائية نظرت لها بشكل مختلف بشكل كبير عن ما موجود الآن. الآن مجرد خبر موجود عبر بعض القنوات بأن هناك محاكمة عادلة لرئيس النظام المخلوع في مصر، ولكن حتى القضاة أنا أعتقد في مصر استفادوا من التجربة العراقية. ما نقدر نقلل ونعتبر من التجربة المصرية هي التجربة الأولى. حتى بالنسبة خلينا نشوف بس إذا تسمح لي أستاذ أحمد، يعني أستاذ جعفر نالم من المانال بأنه هناك تشكيك حتى بشكل لو جابوا شخص مشابه إليه وقالوا هو هذا كان موجود مع دورت عليها الصورة هاي اليوم ما لقيتها.